مرحبا بكم في درس جديد من دروس السلام الموسيقي. في الدرس السابق تعلمنا سلالم الميجر ميجر سكيل والكوردات التي يتضمنها كل سلم ميجر. اليوم راح ناخذ سلالم الماينر والكوردات التي يتضمنها كل سلم. القاعدة اللي راح نتكلم عنها نفس القاعدة اللي تحدثنا عنها في سلالم الميجر، ما بيناتهم أي فرق. السلمان الميجر والماينر كل سلم يتضمن كوردات، كل كورد يرتبط بأحد النغمات التي يتكون منها السلم الموسيقي. في الحالتان الميجر والماينر كل سكيل أو كل سلم يتضمن 3 كوردات ميجر، 3 كوردات ماينر، وكورد واحد ديمينيش. حتى ما أطول الفيديو عليكم، اليوم راح نأخذ كقاعدة سلم لا ماينر ونتعرف على الكوردات اللي يتضمنها، ونفس القاعدة تطبقها على باقي السلالم الموسيقية. وراح أنشر لكم لوحة أو جدول يتضمن كل السلالم الموسيقية والكوردات التي يتضمنها. إذا سلم لا ماينر، النغمات التي يتكون منها سلم لا ماينر هي لا سي دو ري مي فا صول لا. هذه هي النغمات التي يتضمنها سلم لا ماينر. إذا قلنا كل كورد يرتبط بنغمة، إذا لازم يكون عندنا كورد مسمى لا، وكورد باسم سي، وكورد باسم دو، والآخر باسم ري، وهكذا. أول كورد سيكون كورد لا ماينر. الكورد لا ماينر يتضمن النغمات الرئيسية لا مي لا دو. نشاهد ان سلم لا ماينر بالضبط مثل سلم دو ميجر، يخلو من البيمول ويخلو من الدييز، ولذلك الكوردات التي يتضمنها سلم لا ماينر يجب ان تكون خالية من الرمزين بيمول و والدييز. أتحدث عن سكيل لا ماينر. الكوردات الأخرى، السلالم الأخرى، السي ماينر والدو ماينر والري ماينر، هناك يتضمن من خلال الجدول اللي راح أعرض لكم عليها ستتعرفون على هذه التفاصيل. إذا سلم لا ماينر يتكون من النغمات التالية لا سي دو ري مي فا صول لا، ولو استمرينا لا سي دو ري مي فا صول لا، هذا أوكتاف بزقناها. إذا شاهدنا خالي من الدييز والبيمول، إذا الكوردات التي يتضمنها سلم لا ماينر يجب أن تكون خالية من الدييز والبيمول. الكورد الأول يبدأ ب لا ماينر. نحن نتحدث عن سلم لا ماينر، إذا أول كورد سيكون كورد لا ماينر. وعندما نتحدث عن سكيل سي ماينر، أول كورد سيكون سي ماينر. وعندما نتحدث عن سلم دو ماينر، أول كورد سيكون دو ماينر، وهكذا. الكوردات إذن لا ماينر، النغمات التي النغمات هي مي لا سي، 3 نغمات خالية من الدييز والبيمول. النغمة الثانية في سلم لا ماينر هي سي. الحالة والقاعدة نفسها مثل قاعدة الميجر، إذا تذكرون في
السلم دو ميجور قلنا لا نقدر نستخدم الدو السي ميجور ولا نقدر نستخدم السي ماينر. السبب في حالة السي ميجور الكورد يتضمن ري دييز وفا دييز، ولو اختارينا سي ماينر ايضا ما ممكن لانه يتضمن نغمة سول بيمول. اذا نلجأ الى الكورد اللي تعلمناها اللي ديمينيش اللي يتكون من فا سي ري، ثلاث نغمات خالية من البيمول والدييز. النغمة الثالثة في سلم لا ماينر هي دو. لكي يخلى هذا الكورد من الدييز والبيمول يجب أن نستخدم كورد دو ميجور. دو ميجور مكوناتها دو مي صول. الكورد الثالث أيضا خالي من الدييز والبيمول. الكورد الرابع أو النغمة الرابعة ري